اهلا بيكم من جديد في حديث القاهره بورصه الكلام. خيري قبل الفاصل قال ان هنسمع اخبار حلوه من خالد. انا شخصيا سعدت الحقيقه يعني بورصه الكلام. لا انا قلت ان الحاجات الحلوه ان احنا نشوف خالد. لا رجع في كلامه. لا هو هنسمع منك اخبار الحاجات الحلوه والاخبار الحلوه. هتصالحنا ازاي بقى بشويه اخبار كويسه؟ في اخبار كويسه اوكي وفي نفس الوقت كمان يعني ما عندناش اخبار ليها علاقه بالحرائق او الجرائم. ده من الايام الظريفه. ما اعرفش يوم الثلاث ايه قصته بغض النظر عن اغنيه عمرو دياب. عندنا مجموعه من الاخبار. نبدا بالاخبار اللي هي بنسميها الهارد نيوز او الترند اللي هو كان جاد شويه. هنتكلم على ابرز الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا في تصريحات الرئيس النهارده. هنعمل كمان تحليل رقمي لاكثر التغريدات اللي اتكلموا بيها ناس عن مدرب منتخب مصر وهنكشف شويه تفاصيل كده جوه الترند. تقصد ترشيحات؟ ترشيحات وكلام ولجان وحركات كتيره يعني اللهم احفظنا. وايه بنتكلم كمان على هنا جوده كانت ترند النهارده. وعندنا كمان على ترند يوتيوب مزيكا ايه اكتر الاغاني. وعندنا عمرو دياب اطلق خط ازياء كبير جدا وفي هجوم ومع وضد على اليوتيوب سوري على الفيسبوك وتويتر. عندنا هاشتاج مهتم بالكتب. ده هاشتاج بقاله فتره واعتقد من الحاجات المهمه جدا. وعندنا قصه ظريفه لاطباء في اسكندريه بيخدروا العيانين بالمخدر وبالغنى الاثنين مع بعض. وعندنا قصه عم سيد راجل عظيم جدا بيعزف بالخرده. واخيرا في جريمه بس دي بره مره وبعيد. المطرب الاسمر مايكل ويليامز لقوه مات في شقته وفي شكوك. تعال نبدا باول حاجه. ايه الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس؟ انتوا اتكلمتوا ايه اكتر الحاجات اللي انتشرت؟ البوست بتاع مصراوي ثم بيتكلم فيها على الجمارك وعلى الفساد وعلى التصريحات بتاعت ال 100 مليون. الناس اهتمت بيها جدا وده اكتر خبر تم نشره متعلق بتصريحات الرئيس. اوكي برضه عشان تفهم انت ممكن تكون الاخبار او البرامج بتاخد عناوين معينه الناس بتختار ايه. طيب تاني حاجه كانت ليها علاقه بموقع 24 ده تاني اعلى برضه منشور كان ليه علاقه بعمليه تطوير ميناء الاسكندريه والكلام على البضائع والجوده. والناس اهتمت قوي بفكره ان في حد يحسس بيهم بيتكلم على البضائع وجودتها وقال لك اخيرا هيبقى في معايير وهتطبق ومعايير اوروبيه معايير اوروبيه. لا كمان خد بالك التاريخ بتاع التصريحات الراجل ده برضو كتير جدا من تصريحاته بتبقى على ارض الواقع فالناس بدات تصدق فعلا لما يتقال كده. لا ما بيقولش حاجه لما بتتنفذ. عايز اقول لك هي دي من ضمن غرائب السياسه ان انت بعد ما بتعمل بتتكلم مش قبل ما تعمل تتكلم. بس هو ده اللي خلق مصداقيه قويه للدرجه دي وخلى الناس مطمنه طول الوقت بامانه. لو ما بعمل لو كل ما بعمل سنتمنت تحليل للردود الفعل الايجابيه لا تمام. اللقطه برضو الفيديو اللي اهتمت بيه السوشيال ميديا تصريحاته بقى لما مسك مجموعه من الموظفين وسالهم سؤال ما اعتقدش سؤال رئاسي سؤال ابوي. والله هو سؤال رئاسي برضو. ده يمكن ليه علاقه بزياده السجاير. طب خلينا نشوف الفيديو ده. لا مش بزياده انت بتصرفوا على السجاير وبتشتكوا. لا يعني طلع العلبه اللي بيجيبك يعني. لو في الاخر بنصرفه على الصحه برضو يعني. تعال نشوف الفيديو. الفكره تقولوا مش هعمل لكم حاجه والموضوع في الاخر يتحول لنصيحه انا عايز ابلغ بلاغ رئاسي يا سياده الرئيس استاذ خيري بيدخن واللي ما تعرفوش ان كريمه زعلانه من ده بس مش قادره تقول. لا انا بطلت سجاير بقى اجرب حاجه فعلا نيكوتين بس لحد ما ابدا ابطل بس بقالي اسبوعين يعني في السيزون الجديد بقالي اسبوعين ما فيش سيجاره في الاستوديو وراه الزمن طويل انت مش عارف يعني انت عارف احنا بعيش بشكل صحي للدرجه دي فلازم خيري كمان يتعدي مع الوقت يعني ده بسببك اهو بحاول طبعا السجاير شيء سيء جدا اصرار المدام في البيت انت مش عارف دي ماشيه اسوء حاجه عملتها في حياتي وبندم عليها وكنت اتمنى ان والدي كان يضربني ويمنعني بجد غصب عني لان اللي ما يعملوش الوالد بيعمله الرئيس دلوقتي. طيب ما هو والد برضه والد طبعا. طيب نتكلم على المنتخب احنا عملنا ايه امبارح. كان في نص اليوم القرار بتاع اقاله حسام البدري مدير عام المنتخب المصري بعد ماتش الجابون. عملنا تحليل في خلال 18 ساعه لاعلى التغريدات وده اللي طلعنا بيه من نتائج على ايه اللي قالته السوشيال ميديا فيما يتعلق بمنتخب مصر. اول حاجه احنا معانا 6 جرافيكس. الجرافيك الاولاني المفروض بنتكلم فيه على التغريدات نفسها. احنا حللنا 2064 تغريده خلال فتره زمنيه لمده 17 ساعه ودي برده من ضمن ردود الفعل السريعه. الوصول احنا 85 مليون 85 مليون و9 من 10 بتتكلم على 86 مليون شخص وصل لهم التغريدات دي كلها. طبعا معناه الوطن العربي جزء كبير جدا منه لان على تويتر اصلا مهتمين طبعا بالرياضه المصريه. عدد مرات الظهور التغريدات دي 160 مليون
فبتتكلم على انتشار ضخم وعظيم في ايه في فتره صغيره، وده قلما ما تلاقي يعني حاجه زي كده. طيب اعاده التغريد، التغريدات دي اللي هي 2000 عملت اعاده تغريد كم مره؟ 15000 مره. اتحطت في المفضلات كم مره؟ 268000. فبتتكلم على ارقام ضخمه قلما ما بتحصل. الردود 385. ايوه 58. بس انا شايف ان في تناقض في الارقام. ايوه يعني لما تقول ان التغريدات 2064 بس، وبعدين تيجي تقول لي ان الوصول 85 مليون. ايوه لا يمكن، ده مش منطق. وبعد كده الردود الزهور. لا انت وقفت عند نقطه حلوه قوي وسالت الردود ليه الردود قليله، فتوصل الردود ل 385 بس. 385 اقول لك الامانه، السر بصراحه. آه. لا مش السر، هو ما مش سر، لما بنلاقي الارقام كده فيها حاجه غير منطقيه. بنبدا ننزل ونعمل شويه تحليل لبعض التغريدات. ايوه ده معناها ان كتير جدا من التغريدات تغريدات اللي بيسموها لجان مفتعله. طبعا مفيش تفاعل، في انتشار كبير لكن مفيش تفاعل بنفس الكم، فده معناه ايه؟ ان في انت عايز تفهم ان 85 في مليون قاعدين شغالين بالهم بمين هيجي مدرب المنتخب، ده اللي بيتفرجوا بس. خد بالك ده مش يعني 85 مليون مصري، ليه يعني يعني الوطن العربي قاعدين، انا بتكلم عن 85 مليون مصري، احنا تعدادنا 103 104. الموضوع فيه العالم العربي قاعد شاغل نفسه مين اللي هيدرب منتخب مصر. طب يمكن الهاشتاجات دي هتحل لنا. بلاش العالم. طيب دي اشهر التغريدات الهاشتاجز تحديدا اللي بتتكلم الاسماء ايه. هتلاقي منتخب مصر طبعا كبير، هتلاقي حسام حسن مدرب للمنتخب، خد بالك من الهاشتاج ده. أيوة. عندك كمان حسام البدري، عندك كمان حسام البدري بيرشحوه تاني حسام حسن. لا بيتكلموا بقى من ضمن بقى قال، ما انت بتتكلم على مجموعه الاخبار نفسها. تمام. هتلاقي كلام على منظومه الرياضه، وهتلاقي كلام على شيكابالا، وهتلاقي كلام على عاجل، وهتلاقي كلام على محمد صلاح لانه قال امبارح تغريدات على حسام مصطفى حسن. محمد. اوكي تعالى بقى نبص على الكلمات نفسها وانا عايز بنشوف الاعلى التغريدات. الكلام نفسه، اقاله المنظومه الرياضيه الفاشله هاشتاج، ده رقم 2 على مستوى التحليل كله، وكتير جدا بامانه اقاله المنظومه مليون. الرياضيه الفاشله في كتير من التغريدات غير يعني الناس العاقله دي. وعندك حسام حسن مدرب المنتخب في كتير وحسابات كتيره، وعندك كمان الكلمات منتخب وحسام وحسام البدري وكابتن كمان إيهاب جلال. إيهاب جلال. لو سألتني ايه اكتر اسماء المدربين اللي تداولوها الناس اقول لك حسام حسن، إيهاب جلال، فايلر كمان، فينجادا، عندك كمان مارتن، اسمه ايه، مارتن يول. اوكي ده حاجه. تعال نبص على الدول كمان، اكتر دول مصر، امريكا، الامارات، السعوديه، الكويت، منطقيين بتهالي ما عدا امريكا شويه. لا ده امريكا مشغوله جدا، ده بايدن كان بيناقش موضوع مين مدرب المنتخب ده في اجتماع. لا بس لا خد بالك انت عندك كم المصريين اللي عايشين هناك مش قليل، وكتير زادوا قوي يا خيري في الكام سنه اللي فاتوا، يعني في ال 10 15 سنه اللي فاتوا كم المصريين اهتموا. زي الامارات والسعوديه والكويت برضو المصريين المقيمين فيها مش عدد قليل قوي. الحسابات ايه، الميديا والاشخاص اللي اهتمت بالتغريده عن المنتخب خلال 24 ساعه. حلل بقى الحاجات دي كلها، طبعا عندك ابراهيم سعيد الرياضيه، وابراهيم سعيد، وزمالك بنضاروي الهواري، ميدو جدا. طب نشوف الميديا. هقول لك معلومه في الاخر، اليوم السابع، سكاي نيوز، العربيه، الاهرام، بالك انا لفت نظري ايه بقى، ان انت عندك نصهم مش مصريين طبعا، نصهم كمان يعني انت عندك الجزيره المباشر، وبدات الجزيره المباشر مؤخرا تهتم بالحاجات اللي هي السياسيه. القناه العربي، اوكي، اللي عندك الروسيه ورصد الشروق، الوطن، رصد دي ما تحطهاليش تاني. لا انا مش بحطها دي. ارقام. وانت لازم تحلل عشان تبقى عارف الناس دي بتفكر ازاي، وهم خد بالك بداوا شويه يرحلوا من مسافه السياسه لمسافه رياضه وفن، ان الاخوان داخلين في كل حاجه وادواتهم داخله وبتركز وعايزه تكون موجوده طبعًا. لانك لما تجيب الناس بالرياضه طبعًا. تعرف تجيبهم في حاجات تانية. دي الملاحظه التانيه. طيب الملاحظه الثالثه كمان، ان في بعض الحسابات كانت نايمه لمده تقريبا 7-8 شهور، اختفت تقريبا من اخر نوفمبر 2020، وده مرتبط باي حدث بقى بتاع نوفمبر 2020. ايه ده تاني قول لي. جزء كبير جدا من الحسابات اللي عملت التغريدات دي كانت موجوده وفاعله حتى نوفمبر، نهايه نوفمبر 2020. في اللي حصل في شخصيات او شخصيه تم حجبها عن المشهد الرياضي، بعديها حسابات كتيره جدا نامت، صحيت تاني، مش هتكلم اكتر من كده. وفي الهاشتاج بتاع اقاله المنظومه الرياضيه. ايوه ماشي، مش هتكلم اكتر من كده.
طيب نبعد بقى عن الرياضه والمنتخب، وكان عندنا كام خبر رياضي حلوين برضه مربوط كمان. طيب ايه هنا جوده الطشت ده هاجي لي. طيب بس هنا جوده بطله التنس ثلاث سنين، كانت ترند لسببين، عملت ماتش حلو جدا تنس الطاوله بس عشان نبقى تنس الطاوله اوكي هي 13 سنه والبنت بقى لها فتره كبيره تقدر تظهر على ترند ومشروع بطل اولمبي عظيم. هي كفرق يعني منتخب مصر مش دي بتاع الاهلي البنت الصغيره المميزه دي بطل على اسطوره التنس الطاوله غالبا بالظبط. لا ده بنت جباره في اللعبه. النهارده لعبت ماتشين، ماتش مع دينا مشرف ودي بطله اسطوريه في التنس في مصر وكسبتها، ثم لعبت مع الهضيبي مريم الهضيبي واتهزمت منها. الاثنين بقى من الاهلي، لكن اللي احنا عايزين نقوله ان هنا جوده انا في اعتقادي مشروع بطله لازم نشتغل طبعا عليها. طبعا باريس 2024 ولوس انجلوس 28 نجهز الاولمبياد بقى ده دي ميداليه جاهزه. زميلنا كريم سعيد كاتب عليها اهو التاريخ والتوفيق معجزه هي معجزه فعلا بنت في السن ده لا تسجل رقم قياسي تاريخي غيره. عندنا على يوتيوب كان في ترند ليه علاقه بالمزيكا، احمد كامل ومحمد حماقي موجودين ومتصدرين الترند. احمد كامل رغم الفرق ما بينهم بتاع 20 سنه بس موجودين على الترند، واحمد كامل من المطربين الصاعدين وهو عريس جديد يعني بتاع سنه. الاغنيه بتاعته اسمها على عيني، والاغنيه بتاعت عرض مستمر اسمها عرض مستمر، واغنيه حزيني اوكي عشان بس ايه بقى عشان بس يدخل لا انا اسمعيها بس عشان ما تقوليش ايه عمرو دياب ايه القصه بتاعت عمرو دياب وحكي لي حكايه 34 دي الله يخليك، لاني طول الوقت عماله بقول ليه يسمي ماركه او حاجه حاجه خاصه بيه هو الخبر. 34 عمرو دياب الناس منبهه يقول لي الموضوع. طب عمرو دياب عمل ايه؟ عمل هو بقى له فتره بيعمل بيوت وبرفيوم وحاجات زي كده. النهارده اطلق خط ازياء ملابس مع امازون، لا على امازون لا هو الخط ازياء بتاعه اسمه 34 وفي منتجات تيشيرت وشورت وحاجات. السوشيال ميديا علقت على ايه؟ على الاسعار. هم اللي بيقولوا مش انا، الاسعار مبالغ فيها ما ينفعش اجيب يعني برضو بنفس حاجات زي تومي وبولو ورالف، يعني برضو لازم يعني ايه ابقى واخد بالي من الاسعار، فالاسعار مبالغ فيها جدا يا عمرو. والناس كانت حاسه انها المفروض تبقى اخف من كده، غير بقى ان كل الازياء صيفي وكل الازياء عايزه واحد يكون بتاع جيم يعني زي وزيك. طيب دوبا هو بيخاطب لا كات هي مفيش اللي هو شتوي لا يمكن عشان حضرتك هتلبس شتوي وعرق خلاص انت مش موجود. انا بلبس شتوي بلبس صيفي بس بس في حتى في الشتاء لا جنب بيتي جنب بشوفه يعني انت عارف الافلام الامريكاني اللي هو تلاقي الدنيا بتمطر وانت لابس شورت وكات وقاعد في البيت ما تفهمش ليه بس يعني عشان البيت مكيف. طيب 34 سالتيني ليه المركز اسمه 34؟ عملنا ده سن عمرو دياب بحث تقريبا يعني بس مضروب على يقال على حسب مصراوي ان ده تاريخ سنه ميلاد والدته 34. اوكي احنا عندنا خبرين ليك. لا طيب. احنا مطربين ملائكه الرحمه عندنا ملائكة الرحمة وعندنا فيديو وعندنا هاشتاج كمان اسمه مهتم بالكتب، ده برضو هاشتاج بقاله فترة ومنتشر ومحمد هنيدي كتب عنه وعابد واكتر من فنان اتكلم عنه واكتر. طيب خد معلش عشان معانا على التليفون. طيب. عم سيد ايه قصة عم سيد؟ عم سيد بدأ يعمل فيديوهات ليه علاقة بالمزيكا والغنى بس على ادوات من الخرد، يعني حاجات زي دي اللي بنشوفها بره. طب تعالى نشرح للناس بالفيديو يشوفوا اللي ما شافش يشوف معانا بيعمل ايه. عم سيد قصة عم سيد متدمرة واداء وعزف ما شاء الله حب الحياة كمان. يا عم سيد يا عم أيوة. سيد ايه الحلاوة دي يا عم سيد؟ حلاوتك يا ايه الصوت الحلو وايه العزف الحلو وايه ده ايه ده؟ منورنا يا عم سيد. ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك. يعني مصر اتفرجت عليك وعجبها اللي انت عملته، عجبها حبك للحياه وغناك واستخدامك للطشت والجردل علشان تعمل مزيكا. ما تعرفنا عليك اكتر يا عم سيد، مين انت؟ بص حضرتك انا راجل ارتقي على امرنا كلنا كده يا عم سيد. بتشتغل ايه يعني؟ بتبيع خرده؟ بشتري خردة. طيب بقيت معروف في المنطقة؟ عربية محترمة. انت بتغني للناس مثلا والناس هي اللي قالت لك صور ده ونزله ولا الموضوع جه ازاي؟ لا ده انا حضرتك انا بلم خردة وبروح لراجل بيشتري يعني خردة. الراجل اكتشفني وانا عمال بدندن كده، انا على طول بدندن وانا ماشي بالعربيه كده اجيب اي حاجه اطبل عليها على العربيه مع
فدي الراجل اللي انا بديها له دوت ربنا يكرمه وهو الاستاذ ميسر عبد الغني. فقال لي ايه رايك نصورك وننزلك؟ قلت له صورني. فحصل ايه؟ يعني فطول البدن ان انا كده مع نفسي. طب ما فكرتش عم سيد ان انت تستخدم اكتر من اداه؟ يعني احنا شفنا بالطشت بالجردل بحله بكذا نغمه، اه يعني تخبر الادوات. طب عرفنا انك صوتك حلو انت كمان يا محمود صح؟ اه طبعا. طيب احنا مش هنحرم نفسنا ان احنا نسمع صوتك مع انت بتشتغل مع بابا يا محمود؟ حاضر ماشي. بتشتغل مع بابا يا محمود؟ اه انا هو كان ماشيين كده واحنا رايحين الشغل بننزل مع بعضينا كده. طب يلا سمعونا. هو دخل الدنيا ولازم الفراق، ولازم الفراق مكتوب. دنيا ضرورة ودنيا فانية والهجران الخلاق. ليه يا دنيا لين خدتي حبيبي لين؟ خدتي حبيبي لين وانت فيني وحدي عايش وحالي ببكي عليك؟ اتنين وانا بتكالت ده صوت محمود؟ ده محمود الله لا احنا لسه بنقول بنحب الحياة، تقول لنا الدنيا غرورة وفانية، ينفع كده؟ ما دي بقى ده الفرق ما بين نظرة عم سيد ومحمود. بس بشكل أو بآخر لا في شجن. صوتك حلو يا محمود جدا والله. بس أرجوك غني لنا حاجات متفائلة المرة الجاية زي ما يا عم سيد كان بيغني لنا. أيوه. نفسك في إيه يا عم سيد؟ يعني إيه اللي لما بتقعد تفكر كده بتقول لو ألو ايوه سامعك. انا نفسي بحب الناس، واللي انا عايزه ان الفضل ربنا يعني الفضل يرجع لربنا والمعلم احمد ابو حماده اللي هو وصلني لكده ووصلني ليكوا والاستاذ ميسر عبد الغني. يا والله الناس حبيتك يا عم سيد. الناس حبيتك وحبت يعني اغنيتك. بشكرك يا عم سيد على بساطتك حتى في الامنيه، امنيه غاليه قوي غاليه مش بسيطه احد حب الناس طبعا. ده فاحنا بنحبك ربنا يديمه عليك وبنشكرك جدا يا عم سيد وبنشكرك يا محمود. الجمال في اللي زي عم سيد الشعب المصري هو ده اللي يعرف المفتاح. طب قال لك حب الناس حب الناس هي دي الترجمه. لا انا توقعت انه هيطلع حاجه يقول عايز عربيه الف بيها يعمل كذا، عايز موتوسيكل، لا هو عايز حب الناس. كتر خير، بنشكرك جدا. شكرا لكم، واتمنى يعني اكون خفيف عليكم وما اكونش تقلت عليكم باي اخبار. هو قال ان انت هتصالحنا، انت صالحتنا الحقيقه يعني صالحتنا بكل الحاجات الحلوه اللي انت جايزتها لنا. اه استاذ محمد هاني اللي هيجيب لنا شوكولاته النهارده. طيب عشان لازم نطلع للحوار هستاذنكم اقول لكم بس وانا رايح للقاء السيد الوزير في مقر الوزاره في قصر فخيم جدا قصور تاريخيه. مراتي قالت لي عايز اقول لك حاجه، خليك بالراحه على الوزير. قلت لها ليه؟ قالت لي انا في جروب المامز بتاع المدرسه انا نفسي بشوف الناس والامهات بيقولوا الكلام ويقولوا عكسه، مش عارفه هم عايزه ايه، عايزين ايه. يعني يقول لك يقعدوا العيال في البيوت ليه والعيال قاعدين، مفيش تعليم كده. يقولوا نروح المدارس فترجع الامهات تقول حرام عليكم يروحوا المدارس، كورونا والعيال هتموت. طب اذا حد جاله كورونا فاللي ياخدوا قرار يقول لك طب وقفوا المدارس ليه؟ فتقول لك مفيش قرار، مش عاجب يعني احنا هم مش عارفين عايزين ايه، بيعترضوا بس. لما قعدت مع السيد الوزير كان عندنا مشكله في الحوار بصراحه، ولما كنا بنتكلم في التليفون قبليها وبنتناقش مشكله الوزير انه طول الوقت بيتكلم على انه ينفذ سياسه الدوله. انا مش جاي، انا مش طارق شوقي جاي اعمل سياسه وحمشي يجي غير يعمل سياسه، هذه خطه الدوله. لو انا انشغلت بمدرس فاسد او موظف فاسد او مدرسه خدت اقل من الاجر
وانا عندي مشروع ضخم، مشروع كبير لتغيير التعليم في مصر، ان الثانويه العامه ما تبقاش ثانويه عامه، مش هتبقى كده، هتبقى سنه من السنين، انك عامل مع وزاره التخطيط خطط علشان تطلع اللي محتاجه السوق بالفعل، ان احنا كوزارات مع وزاره التعليم العالي العدد بتاع الجامعات هيبقى شكله ايه. لما شفت مستوى الكتب بتاع سنه رابعه وان يبقى معاك الكتاب، انت بتقول افضل او بمستوى المدارس الاجنبيه؟ لا افضل بكتير، ده انت بتاخد الفيل بتاع دي اسمها ايه اللي تعملها كده، تروح عامله لك الكيو ار، تروح شايف الفيديو اللي انت بتقرا عنه، المناهج معموله مع ناشونال جيوغرافيك بطريقه انك تفكر وتبتكر وتكتب في الكتاب، الكتاب هو كل حاجه، مستويات فخيمه جدا. لما نبقى من سنه كي جي 1 مستوى التعليم اختلف لحد رابعه ابتدائي، والسنه اللي بعدها هتبقى خمسه ابتدائي وسته ابتدائي، احنا بنتكلم في سنوات قليله جدا، يعني سنتين وثلاثه وثلاثه، بنتكلم في 8 سنين. 8 سنين هيبقى عندك جيل مختلف اللي داخل الجامعات، مستوى مختلف تماما، وانت بتواجه ده محتاج 240 الف مدرسه، محتاج مليارات علشان تبني، محتاج بتقول عندي ازمه في التعليم فعلشان تجيب مدرسين محتاج مليارات، علشان تدي مكافئات الحد الادنى 1200 جنيه، حاجات كتير جدا، ازمه كبيره للي بيفكر، كل واحد فينا بيفكر من وجهه نظره هو. سؤال صغير، انا كاب، انا كولي امر، انا بفكر في مصاريف المدرسه وبفكر في الكتب وبفكر في الزي، ومعاك حق محدش يقدر يلومك، لكن الوزير بتاع السياسات بيعمل حاجات طيب. تانية طب طيب. نحل ده ازاي؟ نحل انت المشاكل. في حياتك الصحفيه قابلت انا في اعتقادي اكتر من 7-8 وزراء تعليم اوكي، وانت يعني بقالك ما شاء الله، مش عايز اقول ايام الدكتور فتحي سرور والدكتور، ايه الفرق ما بين دكتور طارق شوقي والوزراء اللي انت قابلتهم؟ مع احترامنا كلهم ليهم، ان الوزراء التانيين كانوا بيبقوا فريش جدا وانا رايح اقابلهم، الدكتور طارق شوقي كان مجهد جدا جدا لدرجه صعب عليا، بيقول لي انا ما بنامش، يبقى انا هقول دلوقتي حاجه، انا عندي 8 مليون ورقه بس في امتحان، انا 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 انا، فصعب عليا جدا، لكن التحيه ليه وللدوله، لان ده مشروع كامل هنتحمل شويه، هيعمل موقع تقدر تدخل لمشكلتك مباشره، في تطوير هيقابل، انا عارف ان في مشاكل كتير مش هتتحل دلوقتي، هتاخد وقت، لكن مع الوقت هتتحل. صحيح. يبقى اللي نقدر نقوله لكم ان احنا ما رحناش لا علشان نتهم ولا علشان نمدح، مش ده كان الهدف اللي رايح بيه خير، احنا كنا رايحين نفهم، وبالفعل قدرنا نفهم حاجات كتيرة جدا، ومن حقكم انتوا كمان تفهموا مشروع التعليم الكبير اللي بيتعمل في مصر دلوقتي، بالإضافة لأسئلتكم اللي سألتوها ووصلت لنا وكانت أسئلتكم محل اهتمام كبير جدا، تسمعوا الإجابة عليها. آخر فقرة معانا النهاردة هي الفقرة اللي سجلها امبارح خيري مع السيد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، دلوقتي هنشوفها مع بعض ونقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي الساعة 9 مساء حديث القاهرة، أنا وخيري، وبكرة بإذن الله معاكم زميلنا العزيز الأستاذ إبراهيم عيسى.